وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر، أهلا بك أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة جاد تكستايل سليم شنكايا خطة الشركة التوسعية بالسوق المصرية للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية. وأشار عبد الوهاب إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث يعد قطاعاً كثيف العمالة ويوفر عددا كبيرا من الوظائف. هذا وأعلن سليم شنكايا خلال اللقاء استهداف الشركة زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 70 مليون دولار في نشاط الغزل، يتجاوز حجم استثماراتها 220 مليون دولار في صناعة الغزل والنسيج. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من مستشاري الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة في إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لفتح أفاق للتواصل مع المستثمرين حول العالم، حيث بحث اللقاء سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات بين المنطقة الاقتصادية وشتى الشركات والتحالفات العالمية لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك استكمالا للدور الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية من خلال موقعها الفريد والموانئ التابعة لها. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل بلغ نحو 1,550,000,000 دولار عام 2021 مقابل 1,190,000,000 دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها نحو 29.5%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول حوض النيل بلغت 17.8% لعام 2021. في سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7,200,000,000 جنيه ليغلق عند 931,400,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14,498 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 2,667 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 86% ليغلق عند مستوى 3,931 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و56 قرشا للشراء و24 جنيه و64 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 25 جنيه و85 قرشا للشراء و25 جنيه و94 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 30 جنيه و3 قروش للشراء و30 جنيه و13 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.68 جنيه قرشا للشراء و6.70 جنيه قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6.53 جنيه قرشا للشراء و6.55 جنيه قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1776 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 1552 جنيه بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1810 جنيهات وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24، وصل سعره إلى 2068 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب،
وصل سعره إلى 14480 جنيه. اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات. من جهتها أعلنت وزارة التجارة أن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% ليصل إلى 78 مليارا و200 مليون دولار. هبطت الصادرات إلى 7.7% مسجلة نحو 256 مليارا و600 مليون دولار. وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسة وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث من العام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وأميرة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.